السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، بدأت منكم لايك اشتركوا في قناة في حارات اتصل لك الأخبار العاجلة وزارة التربية أول بأول. هذا الفيديو خاص إلى طالب المعيد المرحلة السادس إعدادي خاصة أو الثالث متوسط، المراحل المنتهية يعني المهمة في الدراسة. طالب المعيد راح تسمع هواي انتقادات، راح تسمع هواي كلام جارة، راح تسمع هواي كلام يحبط وينزل معنويات، وراح تسمع كذلك كلام هواي بكل يوم راح تسمع. راح ينتقدونك لأنك علم، وراح يعايرونك بأصدقائك اللي دخلوا جامعة، وراح تشوف حتى أصدقائك ينشرون صورهم بالكلية ويطلعون ويأكلون ويشربون وانت مقابل كتبك. راح تواجهك كل هاي الصعوبات وأكثر، بس انت لا تهتم بأي واحد، انت صاحب حلم وطموح، انت ما رضيت تطلع بمعدل قليل، انت ما رضيت تتعب مع السنة وتروح كلية مو ذات مستوى اللي مو مستواك اللي مو ببالك، انت فضلت تعيد سنة وسنتين وثلاثة حتى تجيب معدل 99 بدل ان تجيب 60، وتأكد ان انت صارت عندك خبرة بالوزارة وسوالفهم، وانت دارس الكتب وضابطها وانت عايش اجواء الوزارة وشايفه، يعني باختصار شايف كل سوالف الوزارة. انت مين صير مسيطر العفو وراح تجيب معدل عالي وتفتخر بنفسك ان شاء الله. طلابنا لا تهتمون بكل الحكي اللي يحكوا عليكم سواء اهلكم او اصدقائكم. اتمنى هذا الفيديو عجبكم وراح يكون دافع معنوي لكم. بنهاية كل فيديو اتمنى لكم التوفيق والنجاح بكل مجالات الحياة. لا تنسون لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات تصلك الاخبار العاجلة من وزارة التربية اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.